أسعد الأيام الناس الكل، شرحوا لكم إن شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير وصحة وعافية. الغصة متاعنا لليوم باش تكون باتي غولي، باش نعملوا بطريقة ياسر سهلة وهشوشة، والعجينة كيف كيف كيما وعدتكم بها حاجة ياسر بنينة ومزيانة. دونك خذيت هوني 250 غرام فرينة. قبل ما نعطيكم المقادير ما تنساوش تشوفوا المال الفيديو، صابوني كيتشن أمل تونيزيان، تفعلوا إن شاء الله الجرس باش يوصلكم ديما جديد الكل. دونك هوني عندنا 250 غرام فرينة، عندنا هوني تقريبا 100 غرام زبده، باش ناخذ هوني قدر 3 مغارف زيت زيتونه والا اي زيت معناها مش مشكل، باش نحط هوني رشه ملح باش نبسس بالطبيعه الزبده. المكونات نتاعي هذوما الكل يعني في اللول ببعضهم هيك نبسسوهم، دونك بعد ما بسسنا هوني المكونات بتاعنا انا الزبده والكل نحلوها هكا بشويه بشويه مع الزيت والكل، ناخذ هوني نصف كيس اخميره نتاع حلويات، نص ولا حتى اقل شويه كان باش تعملوا معايا نتوما رطل اعملوا كيس كامل. دونك هوني عندي مغرفه كبيره خل، بالطبيعه عندي هوني الماء بارد باش نلمد العجينه نتاعي بالماء البارد ونخليها ترتاح ونمشي نتعدى نحضر الحشو. بالطبيعه هوني الحشو تنجموا تختاروا نتوما شنو تحبوا، طول عليكم انا شنو اخترت الحشو وانتوما من بعد بالطبيعه كيف ما تحبوا. هاي العجينه نتاعنا هوني لمدناها، دونك انا شفتوا في الغوسيت اللي سوتو معناها اللي تبعوا برشا اللي غوسيت اللي انا نهزلهم، دونك عملت الباتي باصفر عظمه، المره هذه عملته من غير حتى شيء من غير اصفر عظمه، وهي النتيجه قدامكم حاجه ياسر تحفونه. زيدا نجموا نوعوا في العجينه دونك باللي نحبوا احنا، المهم كما ديما نقول البنه ونجاح العجينه معاكم. ونحب نشكر برشا 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 الناس اللي جربوا برشا لي غوسيت ونجحوا معاهم ورجعوا عاودوا كتبوا في لي كومونتير، نقول لهم ميرسي بوكو ربي يفضلكم الناس الكل وربي يخليكم. دونك العجينه نتاعنا هوني باش نغطيها بالطبيعه ونخليها ترتاح، ومن بعد نرجعوا ان شاء الله هوني على الاقل نخليوها حتى 4 دراج يعني ربع ساعه 4 دراج، ونرجعوا بالطبيعه نحشيو كعبات الباتي ولا باش نعملوا اليوم مش باش نعملوا كعبات اليوم باش نعملوا غولي. دونك ان شاء الله يعجبكم باتي غولي، دونك حاجه ياسر بنينه على الطاوله نتاعنا. يلا العجينه نتاعنا باش نقسمها هكا زوز، نحلوها دونك عجينه طحفونه برشا بسم الله. دونك هني العجينه نتاعي دو كوتي، نسيت باش نوريكم انا الحشو اما مش مشكل. دونك هوني خديت شويه دجاج وصمتهم، هوني شويه فلفل اكحل وشويه كركم فتفتهم، هوني خديت عظم ولا كيف كيف وصمته قصيته، خديت معدنوز. دونك توا باش ناخذ المكونات نتاعي الكل، دونك تو باش نحطو المكونات نتاعنا هوني الكل. أكيد تنجمو تعملو بطن، أنا سبقت وشاركت معاكم يعني بطن، تنجمو تطيبو معناها الدجاج في البصل والكل. دونك أنا حبيت يعني حاجة هكا كيما نقولو احنا حاجة بسيطة، وأن بليس صغاري نجمو ياكلوها كيما ديما نقولكم، لازمني ديما نعمل حاجة اللي الناس الكل ياكلوها، دونك سيغتو عايلتي معناها. دونك هوني عندي زوز طيبة فخوماج، تنجمو تاخدو الفخوماج اللي تحبو عليه نتوما، دونك حتى فخوماج تارتينيت نجمو تاخدو زيتا، خديتهم زوز طويبه. دونك باش ناخذ زيتا كيف كيف فخوماج غطي، حط شويه هوني فخوماج غطي انه يبان الباتي نتاعنا. وهوني بالطبيعه باش ناخذ هوني بياض بيضه والاصفر باش نستعملوه من بعد.
نفوح شويه كيما العاده استنستو معناها انا نفوح هكا شويه. حطوني شويه تبلو كاروية باش نحطوني شويه كركم يعني اختيار مش فوالا. نخلطوا توا المكونات نتاعنا الكل. نجيب العجينه نتاعنا مقطعكم عجينه ياسر طحفونه مرة هذي باش نعملو يعني زوز معناها هكا كعيبات كبار. سبقت عملت معاكم يعني أشكال مختلفة وكعيبات صغيرات. هوني يا سيدة كيف كيف شو العجينة قديشها قديشها تحفونا العجينة شفتو نجم نزيدو نحلو هكا شوية. ناخذ الحشو نتاعنا هكا حطوني هكا الفرماج ديما البختي هذه اللي نتويها نحطوها من اللوطة. ماكش ناخذ هنا الطبق نتاعي طبق الفور بسم الله ونتويها هكا يعني فوالا. باش نعملو الاخرى زيدا كيف كيف نفس الطريقة. احنا الابيض في العجينه باش نلمدو معناها الحشو نتاعنا ونصفر. هوني زدتو انا معناها مغرفه صغيره خل دونك هذايا هو. توا باش ندهنوهم بالطبيعه وندخلوهم للفور اللي حطيناه من قبل على 180 درجه كيما ديما مستانسين. الفور يلزمو ديما من قبل معناها محطوط معناها نحلوه من قبل باش من بعد كي ندخلو يبدا الفور نتاعنا سخون. دونك هذه هي غوصتنا لليوم ان شاء الله من كل قلبي الناس الكل تعجبكم. نستناو جوست نخرج ومعناها نخرجه ونقص معناها الباتي نتاعنا. حاولت نبسطها لماكسيموم عجينه سهله برشا ان شاء الله انتم زاده تعجبكم وتنجموا زاده تعملوها هكا على الطاوله حاجه ياسر مزيانه. الحشو هاو عطيتكم حاجه بسيطه برشا. تنجموا تعوضوا الدجاج بالطن كما قلت لكم في بدايه الفيديو. نهاركم اسعد الايام ربي يفضلكم الناس الكل. شكرا لكم على تعليقاتكم وما تنساوش اللايك بطبيعه الحال هكا تشجعوني باش نواصل ونعطيكم دي روسيت اخرين هكا مزيانين وسهلين. يلا في امان الله بالسلامه. الفيديو مازال ما وفاش استناو بعد ندخلوا الفور ونخرجوه ان شاء الله.